طبعا الآن مشاهدينا الكرام جينا لفقرة جديدة من نوعها وغريبة، هي مو دائما بس تمتاز بالكوميديا وخفة الدم. راح نتعرف اليوم على لمب السعودية. أستاذ محمد بافرحان، يا اهلا وسهلا، اهلا فيك، كيف الله حالك؟ تمام الله يسعدكم. انت اخباركم؟ حتتين كذا من لمبي، ما تقبلوا باللهجة السعودية، ما احس كذا واحد ثاني. ها لازم الواحد يطلع باللهجة السعودية شوية، لأنه دائما الناس تعودت عليه بشخصية اللمبي. حلو، لما اطلع بشخصية السعودية وشخصية الحقيقية بالاصح بتنصدم الناس، انه تعودت عليه باللهجه المصريه، ما عرفوا على بالضبط. بالضبط اتعودوا على اللهجه المصريه، دائما بتكلم باللهجه المصريه، وانا حابب اللهجه المصريه فبتكلم دائما بالمصري، فالناس تقبلتني بالشيء ده وحبت الشيء ده فيه، وانا حابب الشيء ده في نفسي يعني. حلو. طب هل وجهك بما انه في شويه شبه باللمبي هو اللي ساعدك انك تقتبس شخصيه اللمبي؟ هو اللي ساعدني ممكن اني اخذ تشابه شخصيه اللمبي او اخذ الكاركتر اللمبي. عامة أنا أحب تقليد الأصوات، أحب تقليد الإنسان الناس، فبس شخصية الليمبي هي أقرب شخصية كانت يعني ظريفة وسهلة لي وحلو يعني، مشت مع الناس، حبتها الناس. في أحد يقرب لك مصري؟ الوالدة جدة أمي من أسوان. ما شاء الله. ما شاء الله. واخذت اللهجه منها يعني ولا اكتسبتها؟ اخذتها مو اللهجه منها، اللهجه اخذتها من الناس، مع اختلاطي مع الناس، مع يا اخوي انا تعبت اختلط بيهم ما جبت اللهجه. لا برضه نحن درسنا، لا تنسى المدارس اللي درسناها، ممكن مدرسه خاصه درستها، مدرسين كانوا يدرسوني مصريين، فاخذت اللهجه منهم. اللهجه المصريه سهله يعني، اي احد يقدر يتقنها. لا تقدر تتقنها بس بعد الممارسه، بعد الممارسه تفهمها بسهوله. تكلج يعني بالمصري عاد، هو شويتين صح انك تكلج مصري، بس برضو في دور لما يجي يكون مدرس يدرسك طول الوقت مصري بيتكلم معك بالمصري، فانت بتاخذ اللهجه. وتقلد اشياء ثانيه محمد؟ والله ممكن ادوار بسيطه بقلدها، بس ما احب اني انا اخش فيها الا اكون واثق من نفسي يعني. ايوه تخصص طيب. ها تخصص طيب. طب فيش حتقلد لنا الليمبي الحين؟ قصدك انت نبى الليمبي ده؟ أيوة. هو فولت وصلني، ممكن واحد يتحول الليمبي وفولت وصلني هنرجع للنادم الثاني، انت قول لي ايه؟ تعرف ده اللي ده. انا والله ما اعرف اقلد. لازم كده احطك في زاويه يا احمد. ايه بقى قول محمد، ما حاولت انه انت تشتغل برنامج يوتيوب بستاند اب كوميدي اي حاجه يعني؟ والله شوف انا بالعكس، انا كان ودي ان انا يكون عندي قناه ويكون عندي شيء خاص على اليوتيوب، بس ما لقيت المنتج الشاطر اللي يبغى، ابغى اني يعني يكون في نفس فكري. حلو. يعني في نفس الطريق اللي انا ابغاه، كوميديا هادفه وتخلي المشاهد يقعد يضحك فقط، يعني يضحك فعلا من قلبه، يطلع الضحك من قلبه. ما لقيت الشيء ده، اول سيناريو المحبك المنتج الكويس لسه ما اتصادفت فيه لحتى الان يعني. حلو. كيف كانت شهرتك؟ شهرتي بدات تقريبا من سنه، اتقمص شخصيه الليمبي. بالليمبي يعني تمت عمليه الشهره؟ بشخصيه الليمبي. حلو. طلعت الرياض، دخلت في وسط الناس في السوشيال ميديا، الناس حبتني والحمد لله، دخلنا في المجال واستمرينا. جميل. مش الكل متقبل شخصية الليمبي في الحقيقة يعني، يعني في كثير بيحاربوها، هل واجهت الشيء ده في المجتمع؟ واجهت الشيء ده، بس الناس أذواق، في اللي بيعجبوا شخصية صح الليمبي، في ناس اللي ما بتعجبوا شخصية الليمبي، فأنا ماشي على أغلبية، أنا بحاول قد ما أقدر إني أنا أرسم البسمة على وجه الناس، يعني يكفيني إنه من واحد يضحك وهو يكون مخنوق، أجي أضحك وهذا يكفيني. تحس إنك حققت الهدف. هو ده. كفيك انك تضحكني يا حبيبي. حبيب برضه قد عدوك الله يخليك. اقول لك الرجال بيتعب في افلامه ومسلسلاته انه هو بيعمل شخصيتين يعني، فما حاولت مثلا احد يوصلك بمحمد سعد؟ والله هذا انا يمكن من الاهداف اللي انا نفسي اوصلها واتكلمت فيها من بدايه طلوعي او من بدايه ظهوري، اني انا هدفي اوصل للفنان محمد سعد، اني انا اشترك معاه في عمل. بس اللي حتى الان ما قدرت اوصل له، ففي محاولات لسه بنحاول انه نحن بوصل له باي طريقه، فالواحد يقول ان شاء الله. حلو. طيب كمل معنا الفقره بالمصري. ها احب ظهرت داش. حلو. نادي جدا للكوميديا، يمكن هو الساحه يعني نقول اللي الى الان متاحه للشباب اللي زيك، عندهم ماده يقدموها او كاركتر معين او ايا كان. طب هل نادي جده للكوميديا فاتح ابوابه للجميع ولا انت؟ فتح ابوابه للجميع، بس في حاجه واحده، مش حينفع انا اطلع على خشبه المسرح ستاند اب كوميدي باللمبي. ليش؟ لازم اكون محمد بفرحان، عشان الناس عاوزه محمد بفرحان، عاوزه تتكلم. يعني ما ينفع تقلد اللمبي على خشبه المسرح؟
ما ينفع انه انا اكون في ستاند اب كوميدي في اطار بشخصية ستاند اب كوميدي أخرى. بشخصيه اخرى، ممكن استخدم الكاركتر في فقرات معينه، بس ان انا استمر على طول لا. حلو، طب ايش الصعوبات اللي واجهتك عشان تقلد الليمبي يعني، او تدرس لو انا حابه اكون يعني اقلد شخصيه معينه، ايش الصعوبة يعني؟ حركه الجسم ما شاء الله شايفك اول ما بتبدا تقلد الليمبي يكون عندك حركه جسديه يعني وصوت ايش هي الصعوبات دي؟ كيف يعني درستها فعليا يعني عشان تحبكها وتضبطها مظبوط؟ كأنا محمد بفرحان انا كنت اوقف قدام المرايه كثير، حلو، اوقف قدام المرايه بحاول ان انا اجيب اللي انا شايفه في التلفزيون، حلو، نفس الشخصيه بما انه هي لابستني فانا حاولت اجيب نفس الكاركتر، نفس المرور، انا الحمد لله موجوده. احد اقترح عليك ولا انت من نفسك جبت؟ لا من نفسي. حلو، خلينا نشوف الفيديو هذا يا محمد ونرجع لك على طول. واول ما تطفي الحريق تقول كل شيء تحت السيطره، مفهوم؟ مفهوم. كل حاجه تحت السيطره يا واد، طفي اللمبه ابغى انام. شفنا تقليدات رائعة يعني للمبي، شخصية اللمبي المصرية، ومحمد بافرحان هو يمكن أكثر الأشخاص المقلدين للمبي. يعني أنا قلت يمكن التشابه اللي في الوجه هو اللي ساعدك، يعني أنت بتقول أنت من نفسك اكتشفته، ما أحد كان بيقول لك من قبل ما تبدأ الفكرة أنه أنت شبه اللمبي أنت شبه. لا أنا اكتشفت التقليد فيه، بس الشبه لا، الشبه الناس صارت اللي بتقول لي أنك أنت بتشبه. حلو، بس التقليد نفسه، التقليد الشخصية، الصوت، الكاركتر نفسه. من متى يا محمد أنت بدأت تقلد؟ من فيلم الناظر. حلو، ناظر يعني شيء وأنا في الثانوية تقريبا، أنا لسه كنت بدرس في المدرسة، فأنا مسك الاسم الليمبي فيه من المدرسة، كان الكل بيناديني الليمبي 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 الليمبي، فمشيت معه. هات لنا موضوع الليمبي، هات أديك موضوع الليمبي. فمسينا في موضوع الليمبي، مسينا بعد كده الناس كلها بدأت تقول لي أنت الليمبي أنت الليمبي، اللي لما رحت ورزعت قدام المراية اعوذ بالله اللي جاب ده هنا ابن ادمين، ظبطت الشوارب بقيت هو. سبحان الله، بس الله يعين حلاقك. والله مسكين بيتعب في تظبيط الشوارب. حس المقاسات صعبه. لازم نجيب المسطره عشان نقيس السنت اللي هنا نفس السنت اللي هنا، ولا بعدين امشي نايم، ما ينفعش. صح محمد، شفتك في مقطع تقول للناس وين التحليه بشخصيه الليمبي، قد سويت مقالب شيء في الشارع؟ سويت في بدايتي، كنت اعمل مقالب كانوا يصدقوا الناس ان انت، كانت بتصدق الناس اني انا فعلا محمد سعد. حلو، كنت انا امشي في الشارع بين الناس، بعد اذنك لو سمحت انا مش عارف ان انا جاي من مصر ومش عارف المنطقه دي، هو محمد سعد، هو محمد سعد، فيقوم يتصور معايا، فاكتشفت انه انا فعلا بشبهه. حلو، شبه مره كبير، فصرت ماشي فتره طويله كده انه انا محمد سعد، فالين ما لقيت الناس فعلا مصدق الشيء ده، وقتها تاكدت انه انا فعلا كوبي بيست منه. زاد لك شيء في نفسك؟ زاد نفسي، لاني انا احب محمد سعد جدا، فانبسطت اكيد، يعني جاتني سعاده داخليه. ثاني شيء انه انا حابب اصلا مجال التمثيل، احب التمثيل عامه، فهذا اداني طريق باب انه انا ادخل المجال ده. حلو، اصعب موقف قلدته فيه تحس ايش هو؟ وتوي لنا اياه. اصعب موقف ما يعني يعني في رياكشن او شيء يعني اخذ منك مجهود عشان تضبطه؟ قطاطة. اعطينا قطاطة يا حبيبي، قلبي يا مكفوش، يا واد يا مدروس، يا بيبيتي بيتي 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 يا غازي، يا فيضني. ايه بقى احنا قدام الكاميرا ولا ايه؟ هذه من اصعب الاشياء اللي انا تعبت يعني. ليه؟ لانه فيها الضغط على الحبال الصوتيه، فيها حول العين، في انحلال الظهر، ما تقدر تضبط كل يعني. طب حلو، بس لا ضبطتها يعني. ايش غيره؟ شخصيات تقريبا محمد سعد بحب اقلده اول باول، يعني عندك بوح، بس ما اللي مركز عليه اكثر الشخصيتين له او اكثر كاركترين انا حبيتها الليمبي وطاطا، حبيتها جدا، فعشان كذا الشيء اللي سوي لي ايش زي ذي اللي دوبها قصدك قصدك جيب لي جاتته حاجه كده جميله، انا هنا بسيدة القناه ولا ظبط الكاميرا كده وسيب موكو من عفن ده عيبه النهارده انا هنا. اكيد لما يكون في تصوير فيلم يعني بيتعب وبيبذل مجهود كبير. اكيد، لانه زي ما قلت لك بيضغط على حباله الصوتيه،
بنضطر ان احنا بنضغط على الحبال الصوتيه، بنحول العين، بنخرج في شخصيه ثانيه. لما اجي ارجع على شخصيتي الطبيعيه بحس ان انا بذلت مجهود كبير جدا. حلو. ففيها تعب جد كبير. حلو محمد. طيب ايش التطلعات المستقبليه؟ ايش ناوي تسوي؟ والله زي ما ممكن يرفع عليك قضيه يقول والله هذا واحد قاعد يقلدني في السعوديه والله حيقاضي مين؟ انا ده هذا شيء ما عند ربنا. ربنا خلق اثنين زي ما خلق قاضي الحلاق وخلق. اللي سوى لك الشنب واللي حلق لك الصلعه واللي والله لا ما له خص انه الشنب او في النهايه ربنا اللي خلقني شبهه. كل شبه واحد شخص له 40 كل انسان له شبه 40 صح. نشوف بعدين سبحان الله. طيب في كثير على فكره بيقلد اللمبي بس الشبه ساعد كثير يعني ساعدني كثير جدا في انه انا اللي اخذ زي ما يقولوا الدرجه الاولى في تقليده. حلو تستاهل حبيب. طيب انت قلت ما يعني بتحاول تتواصل معاه؟ بحاول اتواصل معاه واهدافي المستقبليه انه انا احاول اتواصل معاه واشتغل معاه. حتسوي شيء معاه يعني بتفكر في فكره؟ هو ده انا عندي فكره، انا عندي حلو. فكره بدي وصلت له فانا حتكلم معاه فيها. عجبته الفكره يعني فكره الفيلم حتكون ان شاء الله جدا ناجحه. يا رب ان شاء الله جميل. على خير. ايش علاقتك بمصر؟ علاقتي بمصر صادفتك قبل فتره هناك. طيب حلو. علاقتي بمصر انا زي ما قلت لك انا في عرق مصري. رجل فيك عصب انت معي. لهجتي المصريه جدا شاطره كويسه فلما بنزل مصر بحس ان انا منه. حلو. فبحب مصر لاني ما بحس ان انا غريب لما بنزل فيها بحس ان انا واحد مصري فعلا. لهجتي المصريه جدا كويسه بتكلم مصري لدرجه انه لما يشوفوني يعرف ان انا سعودي بينصدموا. كيف سعودي انت بتتكلم مصري حلو كده زينا؟ طيب ما ينفعش. بسرعه محمد قبل ما الوقت يخلصنا بدك تغني لنا باللمبي. اغني لك باللمبي. حلوه باللمبي دي. لا قصدك طيب ماشي. يقول لك يا ليلي سيت الغرام ارجع هنا وقول لي ننزقك على الخصام ننزقك على الخصام ده انت اللي فاضل لي اول ما عرفت انك عاوزني جيت اوام ما اقدرش استغنى عنك يا معلمني الغرام وبقول لك برضى عني يا واحشني جوه عيني وحطلع كل فلوسي واذبح بقري وجاموسي امرني حتلاقيني سجاده بين ايديك. حلو. شكرا لك محمد بفرحان. الف عافيه محمد بفرحان بشخصيه الليمبي وكما يطلق عليه الليمبي السعودي. انتهى وقتي في امان الله. مع السلامه. مع السلامه.